أول إصحاح يبدأ بعتاب شديد جدا، يقول ربنا في أوله: اسمعي يا سماء واسمعي يا أرض، ربيت بنين ونشأتهم أما هم فعصوا علي. وبعدين يقول بقى الآية اللي انتوا حافظينها: الطور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف شعبي لاف. فتلاحظوا ان البداية سخنة قوي جديدة، ربنا بيعاتب وبيشهد السماء والأرض على أولاده. شوفوا لما يشهد السماء والأرض يعني زعلان قوي، وبيتكلم بلغة الأب. برضو في ناس تقول لك الأبوة دي قال إيه ما بنتش غير في العهد الجديد، إزاي بقى؟ أبو الله أب من الأول، محدش قال إن الله الأبوة جدت عليه، ده من الأول أب، بس محدش مقدر. فهنا بيقول أنا ربيت بنين ونشأتهم لكن عصوا علي. وبعدين يقول ده إسرائيل ده عامل زي الراجل اللي عيان من راسه لرجليه، ما فيهوش حتة سليمة، وحاولت أداويه بكل الأدوية ما فيش فايدة، وبعدين أضربه بكل الضربات عشان يتعدل ما فيش فايدة، طب أعمل له إيه أكتر من كده؟ طبعا البداية إيه توجع. إنما شوفوا مع البداية الشديدة دي والكلام العتاب الشديد ده ما يخلصش آخر إصحاح إلا وربنا تظهر فيه رقته وحنيته العادية، يقول إيه؟ طب تعالوا نقعد وندفع. فيها تفاهم، ده أنت شكلك يا رب قفلت خالص. يقول لا تعالوا نتحاجج، لو كانت خطاياكم كالقرمز هخليها زي التلج. يعني أنا مستعد أسامح عن كل حاجة وأبيض كل حاجة، بس تعالوا بقى ارجعوا بقى. فيبان إنه مع كل العتاب الشديد ربنا طيب جدا ومستعد يقبل ولاده بالتوبة وبيشجعهم على التوبة. ويرجع تاني يتحسر على القرية الأمينة اللي هي أورشليم. يقول كيف صارت القرية الأمينة زانية؟ كلمة صعبة أوي. القرية الأمينة لأن دي ده بيت ربنا، أورشليم ده طول عمر مدينة السلام، فبيقول يا بقت زانية. ندخل في إصحاح اتنين مع بعض. الأمور التي رآها إشعياء بن آموس من جهة يهوذا وأورشليم. ويكون في آخر الأيام. بصوا بقى، عاوزين كده نعرف شوية مفاتيح. من أهم المفاتيح في إشعياء، أول ما تقرأ آخر الأيام تفهم إنه بيتكلم على إيه؟ على العهد الجديد، على المسيح، على ممكن على السماء لو عاوز تقول. لأن خلي بالكم النبوات ساعات تكلمنا عن العهد الجديد كأنه حتة من السماء، فالكلام ممكن ينطبق علينا دلوقتي أو على الأبدية، لأن الأبدية في لغة الكتاب بدأت بمجيء المسيح. فاهمين؟ يعني احنا بالنسبة لنا نقول الأبدية لما المسيح يجي تاني، هو الحقيقة من ساعة ما جه المسيح الأبدية جت. عشان كده قال ها ملكوت الله داخلكم، ويقول يوحنا الحياة أظهرت ونشهد ونخبركم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا الآن. يبقى الأبدية ابتدت لأن المسيح دخل وسطينا. فأول ما يقول في آخر الأيام، هي الأيام ما بتخلص، إنما ده يقصد به في ملء الزمان، عشان كده يسميه آخر الأيام. الأيام ما بتخلص، إنما بدل المسيح جه ودخل الزمن كأن الأيام خلصت. يعني إيه كأن الأيام خلصت؟ يعني ما عدناش مستنين حاجة تاني. الأيام ما بتخلص طول ما أنت منتظر منتظر، إنما أول ما المسيح جه خلاص بكرة زي خلاص أنا ما عندي، خلاص هنعيش يوم طويل يعني هو الأبدي. يكون في آخر الأيام، يبقى دي على طول نبوة عشان تلقطوا بقى لغة النبوة. أن جبل بيت الرب يكون ثابتاً في رأس الجبال ويرتفع فوق التلال وتجري إليه كل الأمم وتسير شعوب كثيرة. برضه عاوزكم تنتبهوا لنقطة مهمة في إشعياء، هتيجي سيرة شعوب وأمم كتير قوي في الوقت اللي إشعياء ده يهودي، واليهود لا يمكن يطيقوا سيرة أمم أو شعوب غيرهم، معتبرين كل دول هلكين وما لهمش في ربنا. إنما إشعياء يتكلم عن الشعوب الأخرى في عبادة الله، وده ما كانش موجود خالص في زمن إشعياء. فهتلاحظوا إن كل ما تيجي سيرة الأمم علموا عليه، لأن ده عهد جديد على طول، دي لغة العهد الجديد اللي اكتشفنا إن ربنا رب الكل وإن المسيح مسيح العالم. إنما لغاية زمن إشعياء وبعد إشعياء كيهود كانوا فاهمين المسيح بتاعهم بس، وان اليهود بتوع ربنا بس وهو بتاعهم هم لوحدهم بس، وكل ده طلع مش مظبوط. فيقول في اخر الايام جبل بيت الرب. ايه جبل بيت الرب؟
بيت الرب اللي هو الكنيسة. والجبل دايما يفكرنا بإيه؟ على هذه الصخرة أبني كنيستي. فمين؟ فاسمه جبل بيت الرب. الجبل رمز للمسيح، أنت المسيح ابن الله، ده الصخرة، وعلى الإيمان ده الكنيسة مبنية. هذا الإيمان بالمسيح الإله المتجسد اسمه جبل بيت الرب، يكون في رأس الجبال. يعني إيه؟ يعني كل الديانات والفلسفات والثقافات تخضع لهذا الإيمان. هتوطي رأسها قدام الحقيقة دي، مش هتقدر تخبط في الجبل ده، الجبل ده هيطلع فوقهم كلهم. يكون في رأس الجبال يعني يتميز عن كل الثقافات الأخرى، ثابتا كمان، ثابتا يعني مش هيتهز أبدا، أبواب الجحيم لن تقوى عليه. ده اللي قاله المسيح لبطرس، قاله على هذه الصخرة، الاعتراف اللي قاله بطرس ده، أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليه. ويرتفع فوق التلال كل المعاني الأخرى، وتجري إليه كل الأمم. يبقى تاري بيت ربنا هيتفتح لكل الناس. وعشان كده تلاحظوا حتى التلاميذ في سفر الأعمال نفسيتهم ما كانتش جايبة النقلة دي الأول، لأنه كلهم يهود، فما كانوش مستحملين الفكر، مستوعبين. شوفوا بقى أن عندهم أشعياء، وكتير قوي من الأنبياء تكلموا عن قبول الأمم، إنما أول ما جت سيرة أن الكنيسة تبقى كنيسة الأمم، ويبقى اليهود والأمم يقعدوا مع بعض يعبدوا المسيح زي بعض، يعني لقى اعتراضات وهيجان وشغلانة وبدعة تهود، ويعني جولات خدوها الأباء الرسل عشان ينشروا فكرة أن المسيح مسيح الأمم كمان. ولما كرنيليوس مثلا بطرس دخل عنده وعظ وعمد، خصموه كل المؤمنين في الأول وقالوا له ازاي تعمل كده؟ قال لهم عامل لكم ايه؟ الروح القدس نزل عليهم زي ما نزل علينا، انا همنع ربنا، هو عاوزهم، ربنا عاوزهم، فسكتوا. وبولس ابتدى يحكي لهم بعدها بكام سنه ازاي ربنا ماشي بسرعه جدا في الامم اكتر من اليهود. المسيح ماشي اسرع جدا في الامم من اليهود. وتسير شعوب كثيره منها مصر، على فكره مصر في القرن الاول سبقت اليهود، يعني الكنيسه القبطيه تتميز أنها سبقت كنائس العالم بما فيها الكنيسة في فلسطين. يعني الكنيسة اليهودية اللي أوريجينالي كانت يهودية دي، اللي هم اللي تنصروا من اليهود، عدد الأقباط تفوق على عدد اليهود المؤمنين، وقوة الإيمان في مصر تفوقت على قوة الإيمان في فلسطين بعدها بمئة سنة، وبقوا الناس تبعت ولادها تتربى في مصر عشان يتعلموا المسيحية مظبوط. شعوب كتيرة دخلت. ويقولون، يقولوا بقى كل الشعوب، هلما نصعد إلى جبل الرب. كان زمان هلما نصعد دي معروفة عند اليهود، كان الهيكل على حتة عالية شوية، وهي حتى في حاجة اسمها مزامير المصاعد كان يقولوها اليهود وهم إيه طالعين للهيكل. إنما النغمة هنا مختلف، مش بيقول الهيكل، لا، بيتكلم عن حاجة شبه الهيكل بس مش الهيكل، جبل الرب. طب ما تقول الهيكل وخلاص، ما هيكل سليمان موجود يا أشعياء عندك. هو بيتكلم عن حاجة تانية، لأنه كأنه بيلقط أنه خلاص الهيكل ده هيخرب، إنما هيفضل جبل الرب أو جبل بيت الرب أو كنيسة العهد الجديد هي محل جذب العالم كله. نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب، فيعلمنا من طرقه. بصوا التعبير ده برضو، عادة مين اللي كان بيعلم؟ الناس، تعلم بعض، الأنبياء يعلموا، إنما تعالوا نطلع بيت ربنا، نقعد مع ربنا وربنا يعلمنا. حيلك بقى يا شعي، زودتها تقعد مع ربنا، ربنا اللي هيعلمك. ما ده جو العهد الجديد، المسيح يدخل الهيكل يوعظ بنفسه، مش ده بيته، يقول بيتي، ده بيتي، بيت الصلاة، يقف في الهيكل يوعظ جوه بيته. مين اللي بيعلم دلوقتي؟ ربنا بنفسه. فاهمين الفكرة؟ فأشعياء لقط المنظر من بدري، قال تعالوا نطلع بيت ربنا فيعلمنا بنفسه. عشان كده نبوة أخرى تقول يكون الجميع متعلمين من الله. يعني عادة التعليم يتناقله شخص لشخص وهكذا، إنما هنا التعليم المباشر دي، ده جو عهد جديد. ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة. تخرج الشريعة ايه؟ هو في لسه في شريعة؟ تاني واحد لو كان يهودي فاهم كان مسك أشعياء يتخانق معاه. ايه تخرج الشريعة؟ وموسى يروح فين؟ والشريعة اللي احنا حافظينها دي هي لسه في شريعة هتخرج؟ طبعا هو مش واخد بقى، أشعياء شايف المواعظ على الجبل،
شايف المسيح بيوعظ وبيقول سمعتم أنه قيل للقدماء أما أنا، هو المسيح بيعلم، فأقول لكم شريعة تخرج من صيام عهد جديد. ومن أورشليم كلمة الرب، كل ده روح النبوة بيتكلم عن المسيح الجاي. فيقضي بين الأمم، يا رب من إمتى أنت ليك في الأمم خالص تقعد تقضي؟ كلمة القضاء هنا مقصود بها الحكم عامة، القيادة بكل أشكالها بما فيها القضاء. يقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين. شوفوا الأمم والشعوب عمالة تتكرر، إشارة إلى جو العهد الجديد. فيضبعون سيوفهم سككا. إيه السكك دي يا جماعة؟ حد عارفها؟ المناجل. السكك، السكك أو السكك معرفش بتتقري إزاي، مقصود بيها حاجات في الزراعة زي المحاريت كده، واخدين بالكم؟ والبعض يقول عليها المناجل. يعني إيه يضبعون سيوفهم سككا؟ السيف لما يبقى منجل أو يبقى محرات يعني بأي شكل، معناه ما عادش في حرب، فاهمين إزاي؟ السيف ملوش استخدام، إنما حد طب نشوف له حاجة مفيدة بقى فنستخدمه، إيه يقش الزرع بتاع. فمعنى كده إن الحرب بطلت لأنه الشيطان انتهزم، فاهمين إزاي؟ رأيت الشيطان ساقطا كالبرق، أو جو الحروب بتاع العهد القديم انتهى. في العهد الجديد مصارعتنا ليست مع لحم ودم، حتى لو قطعونا حتت ما نرفعش سيف، أدخل سيفك إلى غمده. عهد جديد معناش سيوف، ما بنمسكش سيف، معانا سيف واحد هو الكتاب اللي في ايدينا ده، سيف كلمة الله. فيطبعون سيوفهم سككا، يعني ايه؟ يعني بقت شغلتنا نشتغل في الزراعة، فاهمين المعنى؟ بعد ما كنا بنحارب زمان ولينا خصام مع الدنيا كلها في عهد قديم، لانه شعب الله دايما واقع مع شعوب الدنيا. في العهد الجديد شغلتنا بطلنا الحرب اللي من النوع ده وبقينا فلاحين. فلاحين يعني ايه؟ نشتغل في الزرع، نحط البسرة ونسقيها، شغلانة الزارع. يعني شغلتنا نوصل كلمة ربنا لكل الناس ونحرد ونحصد، فاهمين؟ فبقينا كلنا فلاحين مع ربنا في شغله. ورماحهم مناجل، الرمح بدل ما يشتغل رمح يموت الناس يبقى منجل، السكك قلنا محرات. لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. خلاص ما تعلمش ولادك الحرب، عشان كده لما يجي فلسفة أخرى وتعليم آخر بعدها ب700 سنة يقول علموا ولادكم الحرب، يبقى إيه؟ اتنكسنا الورد. فهمتوا المعنى؟ لأن العهد الجديد يقول مفيش حرب، خلاص إحنا وصلنا الأحب وأعداءكم، جبنا آخر، خلاص إحنا نموت ولا حدش يموت، ما عندناش مشكلة، يموتون عشان نروح السم، إنما ما نرفعش سلاح على حد. فلا يتعلمون الحرب فيما بعد، ده السلام اللي دخلنا فيه، ده العهد الجديد. لما يجي حد يقول كلام عكس كده يبقى بنرجع لورا مش بنطلع لقدام. يا بيت يعقوب هلم فنسلك في نور الرب. برضو كلمة نور الرب دي من روح العهد الجديد. ليه؟ تلاحظوها كتير قوي في إنجيل يوحنا بقى، أنا هو النور الحقيقي، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. النور في العالم ولكن أحب الناس الظلمة أكثر من النور. كل ده كتعبير عن نور الرب اللي هو المسيح له المجد. فتعالوا نمشي وراه، هلما نسلك في نور الرب، زي ما المسيح قال من أراد أن يأتي ورائي، تعالوا نمشي وراء المسيح نور الرب. وبعدين يرجع بقى إيه يتحصر تاني. هتلاحظوا أشعياء عمال كده زي يوحنا في الرؤية، يطلع ويرجع، يطلع ويرجع، يطلع يبص بص على العهد الجديد ويفرح ويهلل، وبعدين يرجع يتكبس تاني من الواقع ومن المأساة اللي هو فيها والغم بتاع اليهود والفقر بتاعهم والغلب اللي هم فيه. وبعدين يطلع ياخد منظر من العهد الجديد، يفرح قوي يشوف المسيح، وبعدين يرجع تاني يلاقي اليهود لسه كلهم فساد وكلهم شر. فيرجع بقى لورا يقول ايه؟ فإنك رفضت شعبك بيت يعقوب. أنا من أول عدد 6 فقرة جديدة يعتبر. بيرجع تاني يقول له رب أنت رفضت شعبك ليه؟ ده بقى الوضع الحالي اللي كان فيه أشعياء. فربنا بيجاوب أنك رفضت شعبك بيت يعقوب. أو هو بيقول يعني سبب الرفض لأنهم امتلأوا من المشرق. يعني إيه امتلأوا من المشرق؟ المشرق كله عبادات وثنية في الوقت ده.
كانوا يعبدوا الشمس ويعبدوا الكواكب ويعبدوا الأوسان. فالشعب بدل ما يعبد ربنا امتلأ من المشرق، يعني دخلت عبادة الأوسان في الشعب اليهودي. فهو أشعياء بيتحصر ليه رب رفضت الشعب، ما احنا في أشعياء واحد بيقول أنا رفضته، فبيقول له رفضتهم ليه؟ لأنهم امتلأوا من المشرق وهم عائفون. العيافة زي العرافة شوية، العيافة نوع من ممارسة السحر، عشان كده يقول لك لا عيافون ولا عرافون ولا مشقشقين ولا دول، دي هتلاقوا في أشعياء جوه، ولا سحرة، دول فئات من السحرة والمشعوذين. فهم بقى قيادات الشعب من النوع ده، سحرة ومشعوذين وعيافين. فبيقول هم عائفون كالفلسطينيين ويصافحون أولاد الأجانب، وهي دي تزعلك يا رب، هي يعني مش سلامة وسعيدة، لا، يصافحون أولاد الأجانب، يعني دخلوا في عشرة مع أولاد الوثنيين، فاهمين؟ ودي كانت محرم عليهم يتجوزوا من ولاد الأمم، لأن لو دخلوا في عشرة مع أولاد الأمم راحت منهم الإيمان وراح منهم كل حاجة. سر فساد اليهود دايما اختلاطهم الزائد بالأمم، وسر ضياع ولادنا لغاية النهاردة اختلاطهم الزائد بغير المؤمنين، هي نفس القاعدة. عشان كده ربنا كان في الحتة دي شديد قوي، يمنع الخلطة الزائدة بشدة، وإحنا للأسف ما مواربين الباب. وامتلأت أرضهم فضة وذهب ولا نهاية لكنوزهم. يعني إيه الفضة والذهب؟ رمز للتماثيل، كانوا عملوا تماثيل فضة وتماثيل ذهب، ترافيم يسموها، تماثيل صغيرة أوسان. ولا نهاية لكنوزهم وامتلأت أرضهم خيلا خيلا ولا نهاية لمركبته. بقوا يقلدوا الأمم في كل حاجة، فالأمم يفتخر بإيه؟ بقوته، إنه عنده فرس وعنده مركبات حربية، واخدين بالكم؟ عشان كده في مزمور يقول إيه؟ الرب لا يسر بساقي الرجل ولا بقوة الخيل، لا يسر بقوة الخيل ولا بساقي الرجل. يعني إيه؟ ربنا مش بتاع الحاجات دي، لا الخيل القوي ولا عضلات تنفعه، ده مش شغل ربنا، ده شغل الأمم. وامتلأت أرضهم أوثانا يسجدون لعمل أيديهم لما صنعته أصابعهم، وينخفض الإنسان وينطرح الرجل. يعني إيه؟ البني آدم بيتذل في عبادة الأوثان، وينخفض، سوري في التعبير، بيبقى يعني يتدنى. لما يمشي في السكة دي ما بيبقاش بني آدم بالمعنى كده، ما بيبقاش ده البني آدم اللي أنا عملته، لأن الوثنية دايما معاها إباحية، دايما يمشوا مع بعض، فالوثنية معاها كل الحاجات اللي توطي الإنسان خالص، توليه وتخليه مش بني آدم. فربنا يقول فلا تغفر لهم، كأن أشعياء بيقول له ما يستهلوش غفران، بدل مشيوا ورا الوثنية وانخفضوا عن كونهم بني أدمين وبقوا زي الحيوانات، يبقى ما يستهلوش الغفران. طب إيه الحل يا أشعياء؟ أنت كنت فرحتنا شوية ورجعت غمتنا على الناس بتوعك. يقول لا لا، كل شوية يدي أمل تاني، فيقول إيه؟ ادخل إلى الصخرة واختبئ، ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب. هو بيكلم مين؟ ساعات أشعياء يكلم الشعب كشخص، وديك مشهورة قوي في الأنبياء، لما يقول مثلا إن الرب مخلصك وفاديك، هو بيتكلم عن إسرائيل. طب إسرائيل ده نفر، ده مئات الآلاف، معلش إحنا كلنا في نظر الله لحم ودم، بني آدم واحد، عشان كده بيقول عاوزكم كلكم تبقوا جسدي، وكلكم تبقوا عروسة واحدة لعريس واحد، ورعية واحدة لراعي واحد. فكتير ما أسلوب خطاب ربنا للبشر يأخذ صيغة إنه بيكلم شخص، فاهمين؟ فهنا أدخل تنفع لكل واحد فينا، وبرضو دي تؤكد أن ربنا بيتعامل مع واحد واحد فينا بيرسونالي على حدة. يعني إيه الحل يا رب لما توصل حياتنا إن فيها أوسان وفيها ترافيم وفيها ذهب وفيها فضة وفيها خيل وفيها مصنوعات الأيادي، ونبقى أدي حياتنا، ملخص حياتنا إن إحنا ملهيين في اللي عملناه بإيدينا، والحقيقة ده ينطبق علينا لغاية النهاردة، إحنا ملهيين في اللي بنعمله بإيدينا، كل واحد يعمل له تمثال، شي عربية وشي مبنى وشي مركب وشي طيارة وشي مصنع، وفي الآخر عايشين مشغولين بالحاجات، فبقينا قريبين للخبطة بتاعتهم. يقول لا، في حل. ايه الحل يا رب؟ الحقنا، ادخل الى الصخرة، ها
الصخرة اللي هي ايه؟ خدام بقى. الصخرة هي المسيح، ما فيهاش فصال عبر الكتاب كله، صخرة او جبل تساوي المسيح من غير ما تفكر. ماشي؟ ليه؟ لان بولس في كورنثوس الاولى 10 قال كده، قال الصخرة التي تابعتهم كانت المسيح، الصخرة كانت المسيح. فلما يقول لك ادخل للصخرة، ادي الحل، يعني مالكش حل غير انك تروح للصخرة. وبصراحة الصخرة لازم تتضرب عشان تطلع مية، مع ان الصخرة المسيح، فاهمين؟ يبقى لازم يتصلب عشان يطلع الروح القدس، واخدين بالكم؟ فالروح القدس يروينا الى الابد بقى، زي ما اليهود ضربوا الصخرة، موسى ضرب الصخرة فطلعت المية، والمية دي احيت الشعب. وعشان كده قال المسيح وقف مرة وصرخ بصوت عظيم، قال ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. ها؟ فهمتوها؟ من جنبي بقى، تعالوا اشربوا، بس لازم اتضرب الاول. فيقول ادخل الى الصخرة واختبئ في التراب. ايه دي جميلة قوي، نفسي تحفظوها. يعني الاربع كلمات، او ادخل الى الصخرة واختبئ في التراب، اكتر حاجة تخليك تتمتع بحماية ربنا انك تستخبى في التراب. التراب يعني ايه؟ يعني توطي راسك، تتواضع. الوحيد اللي هيعدي كل الدينونة بسلام اللي موطي راسه، اللي حاطط راسه في التراب، اللي محتمي في الإيمان بالمسيح ومتمسك بالمسكنة بالروح. ادخل إلى الصخرة واختبئ في التراب. برضو اختبئ دي فيها معنى في العهد الجديد، المسيح كرره كتير قوي. ها؟ ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لأبوك. لما تعمل صوم بينك وبين أبوك، لما تعمل صدقة بينك وبين وأبوك الذي يرى في الخفاء، اختبئ يجازيك على نيته. بطل اليهود منظرة، الحل ادخل الى الصخرة واختبئ في التراب. يبقى فيها ثلاث معاني مهمة قوي: الايمان بالمسيح، والخفاء في العبادة، والتواضع المستمر. دول اللي يحموك ويستروك من الدينونة. اختبئ في التراب من امام هيبة الرب ومن بهاء عظمته. يعني ايه؟ دي حصلت في حياة الآباء الكبار، حياة موسى نفسه، وحياة في إيليا. مرة موسى زن بقى لما كبر مع ربنا، قال له بص أنا بقى مشتاق أشوفك بقى، عاوز أشوفك بقى، أرني مجدك. وربنا يتقل ويقول له يا موسى لسه شوية، ما تيجي عندي هوريك كل اللي أنت عاوز. يقول له صبط بقى موسى، قال له إحنا بقالنا كتير وعاوز أشوفك بقى. فقال له طب ادخل جوه الصخرة واستخب، قال له كده، وانا هغطيك بايدي احسن تتحرق، واجيز مجدي امامك، هعدي بس من قدامك كده. خلي بالكم ايليا برضو لما وقع خالص وجاله ديبريشن وقال له خدني يا رب انا ضعت، قال له تعالى لي الجبل، تعالى لي الجبل المسيح، وقال له ادخل الصخر. وبعدين عمل زلزال ونار وبتاع، وبعدين يدوب وقف على باب الصخرة بالعافية كده وهو مرعوب عشان المسيح هيتكلم. فادخل إلى الصخرة واختبئ من هيبة الرب، يعني هتشوف ربنا. معناها كده يعني إيه؟ يعني المسيح جاي وهتشوفه. اختبئ في التراب من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته، يعني الله البهي هيرى، هيتشاف، فأصبح لقاء مخيف. توضع عين تشامخ الإنسان في اللحظة دي، وتخفض رفعة الناس، ويسم الرب وحده في ذلك اليوم. ها؟ ذلك اليوم برضو ايه؟ عهد جديد او ابدي، ده الاخر الايام، او في ذلك اليوم ده المفتاح. ذلك اليوم يبقى بنتكلم عهد جديد على طول. قال في اليوم ده محدش يقدر يرفع راسه ابدا، لازم كله يوطي راسه، واللي مش هيرفع، واللي هيرفع راسه هتطير. فاهمين ازاي؟ يعني ايه؟ الانسان امام التجسد لابد ان ينحني، وامام المجيء الثاني يقولون للجبال ايه؟ اسقطي علينا، وللاكام غطينا. ليه؟ لان كانوا رافعين وشهم في وش ربنا، يعني عندوا وتكبروا. فهنا بيقول ايه؟ في ذلك اليوم في العهد الجديد تشامخ الانسان يوضع، عينيه العالية، العيون المتعالية، كتب عنها في الأمثال، لازم توطي، وتنخفض رفعة الإنسان،
يعني مهما ارتفع الإنسان لازم يوطي. ده المسيح بقى يسمو الرب وحده، مفيش حد زيه. فإن لرب الجنود يوما، ربنا له يوم، دخلنا عهد جديد برضو، أو يوم الدينون. احنا قلنا خلاص أي إشارة لليوم تبقى مجيء المسيح الأول أو الثاني، تمشي كده أو تمشي كده. على كل متعظم وعال، هي بالظبط يعني ليك يوم يا ظالم، هي كده متعظم وعال. كل اللي كان عامل فيها عظيم في الدنيا له يوم، كل اللي كان متعالي له يوم. عشان كده احنا ما بنحبش نقول الله تعالى، عباس دي خلي بالكم حتى بتتشال من كتب الطقس القديمة. كتب الطقس القديمة كان دخل فيها لغة عربية مش بتاعتنا، فمبقيناش نقول كلمة الله تعالى، لا. يعني احنا اهم صفات الله بالنسبة لنا التواضع. فالمسيح له المجد عالي جدا ولكنه لا يتعالى ابدا، فاهمين ازاي؟ فيقول للرب يوما على كل متعظم وعال وعلى كل مرتفع فيوضع. ودي اللي قالها المسيح، من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه يضع نفسه. اللي هيرفع راسه هيتخفس، انما اللي هيحط راسه تحت رب المسيح هيرفعه. وعلى كل ارز لبنان العالي، اجمل اشجار واقوى اشجار وفخر الاشجار كانت اشجار الارز بتاعت لبنان، فرمز للكبرياء والتشامخ. المرتفع وعلى كل بلوط باشان، البلوط برضو بلوط باشان كان مشهور، اشجار ضخمه جدا، القطر بتاعها 3 مترين 3، حاجه ضخمه جدا. وعلى كل الجبال العاليه، اي حاجه عاليه يعني، وعلى كل المرتفعات وكل التلال المرتفع، وعلى كل برج عال، وعلى كل سور منيع. اي حد بيحتمي بالدنيا شايف نفسه عالي لازم يقع في اليوم ده. انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين. وعلى كل سفن ترشيش، برضو دي كانت مجال فخر، سفن ترشيش كانت اغنى سفن واغنى تجارة في وقته. وعلى كل الاعلام البهجة، الاعلام بقى بتاعت الرؤساء والتجارة. فيخفض تشامخ الإنسان وتوضع رفعة الناس ويسمو الرب وحده في ذلك اليوم. مرة تانية بيقول نفس الكلام، وتزول الأوثان بتمامها. امتى يا رب؟ ده يوم ما تيجي بقى تزول الأوثان بتمامها. هي زالت الوزنية نسبيا لما جه المسيح أول مرة، وقعت كل الأوثان، إنما لسه في وثنية في العالم. الطمع هو عبادة أوثان، والطمع مال الدنيا، لكن لسه في يوم بقى تنتهي القصة دي خالص بمجيء المسيح الثاني. ويدخلون، شوفوا الآية دي اللي نقلها يوحنا بقى، يدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب. فاكرين امتى قال مغاير الصخور؟ يقولون للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، يدور كل واحد على مغارة يستخبى فيه. خلي بالكم، ادخل انت الصخرة واستخبى بالذوق، بدل ما يجي اليوم اللي ايه هتدخل وانت هربان ومرعوب وملكش حل ساعتها، فاهمين؟ انما لما تدخل انت جحر التواضع دلوقتي وتقبل التجربة والمزلة دلوقتي، تحط راسك في التراب بخطرك دلوقتي، احسن 100 مرة لما تتحط راسك غصب عنك في التراب وساعتها مفيش توبة. يدخلون في مغاير الصخور وفي حفائر التراب، من امام هيبة الرب من بهاء عظمته عند قيامه. واضحة حتى الكلمة، ها؟ يوم القيامة عند قيامه ليرعب الأرض. دي بقى المجيء الثاني. المسيح حين أتى لم يرعب الأرض بالرغم أنه الله ظهر في الجسد، إنما ما رعبناش. جه متواضع غلبان في مزود وراعي ونجار، إنما يأتي يوما مرعبا يجي على السحاب. ساعتها اللي كان مستخبي في الصخرة أمان أمان، إنما اللي إيه ما كانش عارف سكة الصخرة ولا سكة التراب، ده هيدخل المغاير ويقول للجبال اسقطي عليه. تلاحظوا ان في رؤيا يوحنا لما قال الحتة دي قال تعبير غريب قوي، قال يدخل يقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكام غطينا، من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف. طب لو قال غضب الأسد حتى يبقى لها شكل، انما غضب الخروف يعني الخروف اللي احنا عارفينه، الحمل الوديع اللي جه مذبوح عشاننا، له غضب مرعب وله يوم على كل متعظم وعالم.
محدش يتخيل أن هذا المسيح الوديع اللي سيق إلى الذبح كنعجة صامتة أمام جزيها يبقى له غضب، لا له غضب. فيقول عند قيامه ليرعب الأرض: في ذلك اليوم يطرح الإنسان أوثانه الفضية وأوثانه الذهبية التي عملوها له للسجود للجرذان والخفافيش، ليدخل في نقر الصخور وفي شقوق المعاقل من أمام هيبة الرب ومن بهاء عظمته عند قيامه ليرعب الأرض. التكرار يوحي أن الأسلوب أدبي شعر والمعاني مهمة. هيجي يوم المسيح يوم القيامة يرعب الأرض. طب النتيجة إيه؟ كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة لأنه ماذا يحسب. حتى الناس تقول لك البني آدم نفخة، جايبينها من الآية دي. كفوا عن الإنسان الذي في أنفه نسمة، التعبير ده من التكوين، يقول لك نفخ في أنفه نسمة حياة، يعني البني آدم شوية تراب، إنما بيتحرك إزاي؟ خد نفخة من ربنا، لو ربنا سحب النفخة هيرجع شوية تراب. فأنت حاسب الإنسان إيه؟ هو أساسا تراب، تراب شوية تراب، النفخة دي بتاعت ربنا. فكفوا عنه. كفوا عنه يعني إيه هنا؟ عمالين تعظموا في البشر وتبحثوا عن العظمة وتتعالوا ومرتفع وعمنيع، بني آدم غلبان وشوية تراب. كفوا هنا كفاياكوا كبرياء، معناها كده، وكفاياكوا زوغان، وكفاياكوا انشغال بالدنيا. الإنسان شوية تراب في أنفه نسمة حياة، فماذا يحسب؟ ليه مجدنا بعض وليه انشغلنا بالمجد الباطل؟ ما ده يحسب الإنسان جنب المسيح له كل مجد وكرامة إلى الآن.